الحمد لله على السلامة يا زكي. الله يسلمك علي، وحشتوني قوي. انا ما كنتش مصدق ان هرجع لكم تاني. مالك علي، وحشتيني يا مالك. في ايه؟ ايه مالكم؟ زي ما كنت طلع لكم عفريت، ما كنتوش عايزين نرجع ولا ايه؟ ايه الحكايه؟ ايه اللي جرالكم؟ الغرب لما يصدقوا ان الوحش معذورين لانهم ما يعرفونيش، لكن انتي معقوله اكون انا الوحش ومش دريان؟ اقفلي الباب وتعالي. ها؟ اقفلي الباب وتعالي. حاضر، بس اصل ايه؟ بقول لك اقفلي الباب وتعالي. ما انا هاجي اقفل الباب، بس اشوف في حاجات حطها على النار يا اخويا. حتى انت عليا يا عم. يلا يا عم، الاحسن يطلع يروح فينا. عليا النعمه من تحت على ما اشوفك. امر لله. بيقولوا بيكتر بكرتون الضب حالها وعليها فين سمنه بلد يا راجل. قدام عينيا اللي هياكلهم الدود دول. ضرب ايده في الحيط، طلعت في الناحيه الثانيه. 10 سنت 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 10
ب 10 دقايق، 10 دقايق. فاضي يا مكسوف الرقبة. لا ينزل يسرق ويشرب من دمك. خلي يا أمه، خلي يا أمه نفسي أشوف. أمي إيه ده يا ربي؟ إيه اللي بيحصل ده؟ بقينا فجر الكلب. كان مستخبينا فين ده كله؟ يا فضحتنا، يا فضحتنا. أعمل إيه بس يا رب؟ أعمل إيه؟ عايزة حاجة وأنا راجع عليها؟ أنت رايح فين؟ رايح الشغل. أنا بقول تاخد لك كام يوم أجازة. أجازة إيه بس؟ خليني أروح أشوف شغلي، وكمان الناس وحشوني. طب أشرب كوباية شاي ولا أقول لك لقمة؟ في الموقف بقى، سلام عليكم. سلام. سلام يا مرجان. زي ما بيقولوا. ايه مالك؟ في ايه؟ يلا يلا كل واحد يلا حاله. خالص ده راجل حبيب غزال بيقتل وينهب من غير ما يكون دريان خالص. يا
روح مناعتك روح يا اخويا، ده وحش بحقي وحقيقي. بقول لك ايه يا اخويا، اذا كنت انت زعلان وتلكي قوي كده اركب انت معانا بلاش انا. الله حطهم زرق عليا وليه على الصبح يا عبد، ما تنام من زمانك. ايه يا جماعه، ما تهدوا كده وصلوا على النبي. عليك الصلاه والسلام، اشهد ان لا اله الا الله. صباح الفل. في ايه يا عبد؟ في ايه يا حرم ناصر؟ جرى يا عبد؟ ما جراش حاجه ابدا يا سيزك. ايه سيزك دي؟ مزعل الراجل طيب ليه؟ والله العظيم ثلاثه سيزك ومالك عليها حلفان، انا بقدر ازعل حاجه مخلوق وانت عندك كده كويس قوي. طب يلا الاتوبيس اتملى ناس ومش عايزين نعطل مصالحهم. ما نفذتوا واحد. استغفر الله. ايه ده؟ ما بلاش يا اخويا. اصل انا بصرف كده، كنت موعد العيال عشان اخرجهم، بلاش اخرج انا. يلا بقى انت وحشني. انت كمان وحشني. والشغل كمان وحشني. اذا كان حد الموت كمان قال لك حاجه. يلا يا عبدو، ما بلاش. يلا يا عبدو، يلا يا عبدو، يلا يا عبدو. مش ممكن يتساب على الحل ده، لازم نشوف له حل. ده بقاله شهرين على كده، ده حرام يا ناس حرام. وانا في ايدي ايه بس يا عليا؟ ولا اقدر اعمل ايه؟ قلبي بيقول ان زكي مظلوم وبريء. طب ما تخش تقولي له. وهيفيد بايه؟ طول ما هو شايف الخوف بيطل من عيون الناس وهي بتبص له وبتجري من قدامه، واحنا اولهم. ليه عملنا فيه كده؟ ليه صدقنا كلام الناس؟ وانا بالذات كان لازم اقف جنبه، ما اتخلاش عنه ابدا. طب والعمل ايه دلوقتي؟